فضيلة الشيخ وفقكم الله، في التشهد نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يقول أليس هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ وهل صحيح؟ ما قال لنا عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هذا بعد موتي، علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وفيها اللهم صل على السلام عليك، السلام عليك أيها النبي، ولا قال لا ترى هذا بعد وفاتي، ما يقال، من قال هذا؟ نعم.